يا شيخ بدنا سؤال. احنا في تركيا كان يدن عندنا صلاة الفجر الساعة 4:30 قبل شهر رمضان. نعم. فتفاجأنا في أول يوم في شهر رمضان الفجر يدن الساعة 53 دقيقة، يعني قرب 40 دقيقة. نعم. ما فهمناش شيء، يعني مش عرفنا كيف نصلي بنفس التوقيت القديم ولا التوقيت الجديد. أنتم كان يؤذن الفجر الساعة 4:30. إيه نعم. ثم قالوا لكم إنه يؤذن متى؟ الساعة 53 دقيقة، يعني قبل 40 دقيقة. نعم، لماذا غيروا فجأة؟ والله احنا ما نعرف يا شيخ، احنا نمساك عندنا هيك والجامعة قريب علينا، يعني استغربنا حتى كنا بنتسحر فوقفنا السحور ووقفنا على كل شيء. غريب. عموما انت التزم بالاذان، التزم باذان الفجر المنشور عندكم، وما سبق ان شاء الله عسى الله يقبل نومك، ما عليك بأس، لكن ما جاء التزم باذان الفجر الموجود الان.